النظام الثنائي. هذا الشكل النظام الثنائي. إذا قلت أن التحويل من النظام الستعشاري إلى النظام الثنائي أيضا سيعتمد على معرفة تمثيل كل عنصر من عناصر النظام الستعشاري في النظام الثنائي. أعيد كتابة عناصر النظام الستعشاري، قلنا أنها هي رقم من الصفر، 1 2 3 4 5 6 7، وأيضا لدينا 8 9، نكمل بالحروف A B C D E و F. طريقة سهلة لمعرفة تمثيل هذه العناصر في النظام الثنائي هي أني أكتب تمثيلها، تمثيل الصفر حتى 7 بثلاث وحدات فقط، يعني هي الصفر كما رأينا في النظام الثماني، 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 هي الأربعة، 1 0 1 هي الخمسة، 1 1 0 هي الستة، ولدينا 1 1 1 هي السبعة. وأعيد نفس الكتابة في الطرف الآخر لجدول من 8 حتى F، أعيد نفس 0 0 0 0 0 1، لدينا 0 1 0، لدينا 0 1 1، لدي 1 1 0، ولدي 1 0 1، ولدي 1 1 0، وهنا لدي 1 1. هنا بعد ذلك أعود للجزء الأول من الجدول، هنا لدي جدول مقسم على خانتين من 0 حتى 7 والخانة الثانية من 8 حتى F. إذن أعود للجزء الأول وأكمل الأربع وحدات بالصفر في الأول، 0 0 0 0 0 0، والجزء الثاني بالواحد، 1 1 في الأمام، 1 1 1 1، فيكون هذا هو تمثيل الأعداد من 0 حتى F في النظام الثنائي. لو عدنا للدرس كما قمنا بتمثيله في النظام الثنائي في الدرس السابق دون الحاجة لهذه الطريقة، هي نفس النتيجة، طريقة أسرع فقط، لكن معرفة معناها أي التحويل من النظام الثنائي للستعشاري فتطرقنا له في دروس سابقة، لأنها طريقة سريعة للتحويل. الآن أعود للدرس، وهو أني أقوم بتحويل عدد من النظام الستعشاري للنظام الثنائي. أخذ مثال لعدد في النظام الستعشاري، مثلا أخذ العدد 2 ب A، أكتب بطريقة أفضل 2 ب A 1. في النظام الستعشاري كم يساوي في النظام الثنائي؟ إذن أعيد كتابة هنا العدد 2 ب A 1 يساوي، إذن انطلاقا من اليمين إلى اليسار في هذا الاتجاه أخذ كل عنصر، لدي هنا 1، لدي A، لدي B، ولدي 2، إذن كل عنصر وأقوم بتحويله إلى النظام الثنائي أو أعوضه بتمثيله في النظام الثنائي، فيكون النتيجة هي لدي 1 1 هو 0 0 0 1، إذن لدي 0 0 0 1، لدي A هنا هي 1 0 1 0، إذن A هي 1 0 1 0، لدي B هي 1 0 1 1، 1 0 1 1، ولدي 2 2 هي 0 0 1 0، إذن 0 0 1 0، فيكون هذا هو تمثيل هذا العدد في النظام الثنائي. أخذ مثال آخر أبسط، كون مثلا من رقمين، أخذ مثلا 3F في النظام الستعشاري، أقوم بالتمثيل وبتمثيل كل عنصر في النظام الثنائي، لدي F هو 1 1 1، إذن أكتب هنا 1 أو أكتب بلون مغاير، و 1
واحد واحد واحد، ولدي ثلاثة هي صفر صفر واحد واحد، يعني هي صفر صفر واحد واحد، فيكون هذا هو تمثيل العدد في النظام الثنائي. لو عدت للدرس السابق هو التمثيل من النظام الثنائي للنظام الـ26، وللتأكيد على ضرورة تمثيل كل عنصر بأربع عناصر في النظام في النظام الثنائي، لو عدت لذلك الدرس وأردت القيام بنفس العملية هنا، أي العودة من النظام الثنائي للنظام الـ26، فأقوم بالتقسيم لأربعة أجزاء، فأحصل هنا على واحد 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 هي F، وهنا على صفر صفر واحد واحد التي هي 3. نفس الشيء هنا، أقوم بالتقسيم لأربعة أجزاء، هنا لدي أربعة أجزاء هنا وهنا. إذن كان بالضرورة يجب تمثيل كل عنصر بأربعة، كل عنصر في النظام الـ26 بأربعة وحدات في النظام الثنائي، حتى لو كان يمكن تمثيله بوحدة واحدة فقط مثلا كما هو الحال بالنسبة لواحد، يمكن أن أمثله بواحد فقط، لكن هنا أمثله بالصفر صفر واحد، يعني لو أردت الرجوع في اتجاه معاكس للتمثيل فقط حين أقوم بتمثيله بأربع وحدات سأصل لنفس النتيجة. إذن كان هذا هو درس التحويل من النظام الـ26 للنظام الثنائي. في الدرس المقبل سنتعرف على طريقة التحويل من النظام الثماني إلى النظام الـ26، لن تكون فيه أي شيء جديد، فقط مرحلة بسيطة تعرفنا على كيفية التعامل معها في الدرسين السابقين والدرس الحالي، سنستغلها في الدرس المقبل إن شاء الله للتحويل من النظام الثماني للنظام الـ26، وأيضا للتحويل من النظام الـ26 للنظام الثماني. نلتقي في ذاك الدرس إذن.